في التطورات العالمية ننتقل مباشرة إلى عمان. سيد سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب، أهلا بك معنا سركيس، شكرا على وجودك. بالوقت اللي عم تتجه فيه الأنظار لربما المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن، برأيك ملف الصين إلى أي مدى يمكن أن يكون عامل أساسي بالضغط على ترامب هذه المرة، وهذه التهديدات التي ما زال يقدمها تجاه الاقتصاد الصيني؟ نعم، هنالك العديد من الآراء حول هذا الموضوع على وجه الخصوص. فهنالك من يرى بأن توجهات ترامب في علاقاته التجارية مع الصين هي لفائدة ومصلحة الاقتصاد الأمريكي، ورغم أن البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا لا تشير ولا تؤكد ذلك، إلا أن ذلك يرجع إلى جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد الصيني على وجه الخصوص. لكن هنالك أيضا من يرى بأن الرئيس الأمريكي ترامب يغامر في ضربة اقتصادية أخرى قد تكون تابعة أيضا لجائحة كورونا، فالاقتصاد الأمريكي حاليا لا ينقصه أي توترات أخرى. فمن هنا نرى انقسام في الآراء حول هذا الموضوع تحديدا. فهنالك من يرى بأن هذا الموضوع وتوتر العلاقات السياسية والتجارية ما بين الولايات المتحدة والصين ربما سوف تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، لكن هنالك أيضا من يرى بأن هذا التوتر ربما سيكون مضر جدا في التجارة الأمريكية والاقتصاد الأمريكي، آخذين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي والصيني هما أكبر قوتان اقتصاديتان في العالم، وأي توتر تجاري بين هذه القوتان قد يؤثر على العالم كله. وهذا ما قد يؤثر أيضا بالفعل على انقسام الآراء في الملف الانتخابي للرئيس دونالد ترامب، وكذلك في المناظرة الرئاسية الأولى مع جو بايدن، حيث سوف نشهد تركيز كبير ربما على هذا الموضوع تحديدا، وعن مدى فوائده على الاقتصاد الأمريكي. في مقابل ربما سوف نشهد انتقادات كبيرة للرئيس الأمريكي ترامب حول هذا الملف على وجه الخصوص. لكن بشكل عام هذا ينعكس بشكل كبير على شكل توتر وتذبذب في الآراء في الأسواق المالية، وهذا ما جعلنا خلال الفترة الماضية أيضا نشهد هذا التوتر والتذبذب في مؤشرات الأسهم الأمريكية وكذلك العالمية. وهذا الموضوع سوف تتم رقابته بشكل كبير خلال المناظرة الأولى وأيضا خلال الفترة المقبلة. نعم، عموما يمكن ملف الضرائب سيكون هو أيضا من الملفات الحاسمة سركيس، يعني بالوقت اللي عم بيتجه فيه ترامب لعملية تخفيض الضرائب على الشركات، بايدن قد يعود لرفع هذه الضرائب، وهو ما يقلل ربما من احتمالية فوزه كما تقول بعض التحليلات. لكن في هذه الأثناء مؤشر الدولار إلى أي مدى عم بيسعر هذه المناظرة برأيك اليوم، وكيف سيسعر أيضا يعني التصويت الذي سيتلقاه كل من ترامب و بايدن؟ في الحقيقة يتداول مؤشر الدولار الأمريكي قرب مستويات غاية في الأهمية، وهي مستويات نفسية وأيضا فنية قريبة من 95 نقطة، حيث أن مؤشر الدولار يتداول حول 94 نقطة، وهو المؤشر الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة العملات. إذا نظرت إلى هذه الحقيقة بأن الدولار الأمريكي كمؤشر الدولار يتداول ضمن هذا النطاق المهم جدا نفسيا وفنيا، سوف نرى بأن التباين في الآراء قد سيطر أيضا على حركة الدولار، والانخفاض الذي شاهدناه إن كان طفيف خلال تداولات يوم أمس، لكن أيضا الدولار أخذ بعين الاعتبار أنه ارتفع خلال الأيام القليلة الماضية، وكان هذا الارتفاع ملموس ليتوقف عند هذه المستويات المهمة. لو أخذنا بعين الاعتبار كيف يتحرك الدولار مع الأسواق المالية، فكلما ارتفعت الأسواق المالية خلال الفترة الحالية نلاحظ تخلي عن الدولار في سبيل التوجه للبحث عن استثمارات في عائد مرتفع، لكن عندما تسود حالات التشاؤم يعود المتداولون لطلب الدولار لتصفية الأصول من أسواق العائد المرتفع. وبالتالي لتفسير حركة الدولار الأمريكي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كيف سوف تتقبل الأسواق المالية وكذلك الاقتصاديون الذين يراقبون مستقبل الاقتصاد الأمريكي مع المتغيرات السياسية والاختلاف الكبير ما بين توجهات جو بايدن والرئيس الحالي الأمريكي ترامب، حيث أن الرئيس الأمريكي ترامب كما تفضلتي يتوجه لخفض الضرائب
ضرائب على كثير من المنشآت، بينما بايدن سوف يركز على الأرجح على مشاريع البنية التحتية وكذلك بعض المشاريع الطاقة المتجددة، وهذا الاختلاف ربما سوف يبقي على حالة التوتر. ولا يجب أن ننسى أيضا هذا الأسبوع بأننا في انتظار العديد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، والتي تبدأ اليوم بمؤشر سعر المستهلك الأمريكي، ويوم غد أيضا مع مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص، وثم يوم الخميس مع بيانات مؤشر PCE الذي يعتمده الفيدرالي في رقابته للتضخم، وأيضا يوم الجمعة المقبل مع بيانات الوظائف الأمريكية. وكل هذا المزيد سيشكل فاصل لحظي وعلى المدى المتوسط بالنسبة لتوجهات الدولار الأمريكي، لكن باعتقادي مستوى 95 نقطة على مؤشر الدولار هو سيكون المحدد للاتجاهات. نشكرك سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي جروب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.